آه يا ما آه يا حبيبتي حاضر بجيب خيار خاص بندورة في إشي تاني كمان بدك إياه حاضر بس مش ترجع تحكي معي بعد 5 دقايق تقولي لي بدك حليب نياق من موزمبيق ولا بصروين تعرفي قبل كم سنة استقلت من شغل بلشت أشتغل لحالي سبب إني بعد سنين شغل بالشركات ما ارتفع راتبي كتير ولا كنت فاهمة خبرتي وين ولا كنت عارفة شو أضبط مصمم وظيفي إلي مع هيك أبوي وأمي ما وقفوا بجهي حتى لما المردود المادي من شغل الشخصي ما كان كبير ولا كان في ضمان ولا تأمين شجعوني أكمل دراسة بالمجال اللي بلاقي حالي فيه وبقدر أبني فيه خبرة حتى كمان خلال فترة دراستي كانوا معي على الخط على طول وبحاولوا قد ما بيقدروا يجنبوني حالة التوتر والقلق المزمنة اللي بتصيب الطلاب عادة كانوا يذكروني بالتعب والمجهود اللي قطعته أنا تخرجت مع أزمة فيروس كورونا واخذت مني وقت طويل صراحه حتى لقيت شغل بس وقفوا معي خطوه بخطوه يعني حتى لما كان يجي الرفض من الشركات بعد مقابلات الشغل كان دائما ردهم فكك هن الخسرانين بس بصراحه بتعرفي شو اللي بدايه انه زمان مع اول شغل اشتغلت كنت دائما اعتبر انه الواحد بده يضل يطلع لقدام ويحقق اكثر وينتج اكثر مش منتبه قد ايه انتهازي ممكن يصير الواحد هاي ثقافه بنكتسبها من الشغل وقد ايه الشغل برضه ممكن يعزز عنا حس المنافسه الشرسه والفرديه بشكل مؤذي كنت ابرر لحالي لما بنشغل عن امي وابوي اني قد ايه تعبانه من الشغل قال وعلى اساس انه شو الشغل بيخليك بني ادم احسن لما تتعب على حالك وتجيب مصاري وتبني مستقبلك بس بنفس الوقت كنت احكي لحالي اني يعني شو مش رايقه احكي معاهم ومش فاضي للاستجواب تبعهم وخلص هيك ضمنتهم عشان هيك ما كنت اقعد معاهم ولا بعرف شو صاير بحياتهم كان همي بس اعمل اللي عشان أخلص من ضغط الشغل اللي مش جايب همه لا مادياً ولا معنوياً لو إيش بكون منيحة مع صحباتي على أساس هدول بتفهموني وبيهونوا علي مصايبي يا إلهي شو عبثية كانت الحياة وقتها ولا إشي راكب بمحله وضليت على هالحالة لصارت معي قصص ودخلت بمتاهات يعني هاي اللي بتصير معانا كلنا ومع الوقت الناس اللي حوالينا واللي افترضنا إنهم عزوتنا كل واحد راح بحال سبيله عرفت وقتها إنه الطموح مش بس شغل منيح أو إنه نعرف ناس كتير الطموح هو كمان إنه الأم والأب يصيروا أصحابنا لقيت حالي كل ما بنضغط بحكي معهم وكانوا يتقبلوني باللي بحكي وعشان هيك صرت صريحة أكتر وشو ما قلت ما بيحكموا علي ولا بحسسوني بالضعف بالعكس بصيروا يحكوا لي من قصصهم وخبرتهم الكبيرة اللي ما كنتش معنية فيها من قبل بطلت أخاف بطلت أقلق وأتوتر وأنعجق مثل عادتي وصرت أفهم شو يعني يهدى الواحد عشان يقدر يفكر ويكون منطقي باللي بحكيه أمي وأبوي ساعدوني أخلق مساحة أمان أعبر فيها عن حالي بحرية أكبر وأفهم من خلالها شو اللي بدي إياه مساحة تلاشى فيها القلق والضغط اللي تكون من شغلي واللي افترضت بيوم إنه رح يريحني ويخليني أشوف حالي بين الناس مع الوقت لما صاروا يسمعوا مني أكثر ويعرفوا كيف بفكر بطلوا يركزوا على خوف قد ما صاروا يركزوا على ثقة بنت بيني وبينهم وصارت زي جسر وأساس في التعامل وقديه كان بعنيلي بالأخص عشاني بنت وعشان هيك مستوى الحديث اختلف والنظرة إلهم ولدورهم بحياتي كمان اختلف صرت أنبسط معهم بالقعدة أختني فيهم عن غيرهم لقيت حالي قادرة أجادل وأتناقش مع غيري بدون ما أحس بالضغط والخوف أعرف شو المطلوب وكيف أوصل فكرة براسي للي قدامي ولما ينبسط الواحد بعديها بتبطل تفرق معاه إشي يعني الأم والأب مش بس ربونا ودرسونا وكبرونا ودفعوا علينا دم قلبهم إحنا طلاب ودعمونا بلكي لما تفنشنا من شغل أو لما بلشنا مشروع هم برضو أساس لمهارات وقدرات وخبرات ومصدر للعلاج والراحة والأمان كمان تحية لكل أم وأب